الريد كاربت عشان تشوف احلى النجوم باحلى الازياء باحلى تسريحات الشعر. وطول عمرنا ما بنيجي لبنان بنقول جرعد احلى التسريحات بنشوفها واحلى خطوط الموضه. هو بيجمع بين فنين، فن الشعر والتصفيف الشعر وفن الغناء اللي هيفاجئنا بمفاجآت كبيره جدا الفتره اللي جايه. جو بحييك ومنور الميركس. أنا بشكرك كثير، بشكر إخلاصا. أنا بدي أحكي عن حضرتك، أنت من الناس الأوفية. اليوم الوفاء بالحياة كثير قليل، اليوم الوفاء كثير صعب تلاقيه، فأنا بدي أشكرك على الوفاء اللي شفته منك، اللي ما شفته قليل شفته منك بحياتي أنا كجورة. أنا أول مرة جيت فيها لبنان أنت من 17 سنة في ميس نادين، أول حد عمل لي، وكان بداياتك أنت مزبوط. كمان بدأنا مع بعض والحمد لله مكملين مع بعض. الحمد لله، هيدا من أخلاقك ووفائك لإلي، وطبعا أنا يعني من قلبي بعطيكي، فأهلا وسهلا فيك، هيدا بلدك لبنان. شايف المهرجان ده ازاي والناس بتنتظر الريد كاربت تشوف ازاي بتقدر تعمل مثلا يجي 500 600 ست كل واحده طالعه شايفه نفسها احلى من الثانيه كل واحده بشكل؟ يعني انا بشتغل من قلبي وبشوف كل شخصيه، ستيل الفستان، ستيل الشعر، على هالاساس بشتغل بالنسبه للوك، يعني بشتغل عليه كله. كلمني عن الغنى، عايزه اشوفك تدخل بزفه زي تامر حسني. ان شاء الله يا رب. اول شيء بدي اقول مبروك لكل اللي تكرموا، وانا سعيد كثير باللي انا عم بعمله بمجال الغناء. غنيتي الحمد لله اخذت صدى كثير كبير. المهرجان اللي غنيت فيه بالاسواق بيروت بالسوليدير كان كثير مهم بحياتي الفنيه. كان الحضور، نسبه الحضور، نسبه التجاوب معي كان كثير رائع، فالحمد لله على كل شيء. وانا بشكر كل اللي شجعوني، خاصه الجمهور اليانج اللي حب الستيل اللي انا عم اقدمه. وان شاء الله البومي قريبا بخلص، 12 بشهر حكون بمصر. ان شاء الله هكون معاك وانت بتحط صوتك ونسجل ونتكلم عنه اكتر. هسيبك تسعد بالميرو. ان شاء الله، بشكرك كثير، ميرسي.